دكتورة مها من مجمع بيون. اليوم احنا في فندق مبنبك، عندنا فعالية اليوم العالم للكلى بالتعاون مع التجمع الصحي. ايش الفعالية؟ كيف هنوعي الحضور؟ وكيف راح يستفيدوا؟ ومن الدكاترة الموجودين في مجمع بيون راح نتعرف عليهم اليوم. حياة صحية، بادروا بتحليل الكرياتينين بشكل دوري. نصيحتي لكم متابعة تحليل وظائف الكلى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط. أمراض الكلى للأطفال، من أهم هذه الطرق طبعاً اللي هو الإكثار من شرب السوائل، وعشان كذا إحنا الآن فرصة عبرة للأطفال يكونوا مع أهاليهم يهتموا فيهم ويعطوهم السوائل الكافية أثناء العمر. برضه في كمان أشياء أخرى مثل متابعة الحمل، برضه كمان النشاط البدني الصحي للأطفال ومتابعة النمو، وما نهمل طبعاً إجراء الفحوصات الدورية للأطفال. تمنياتنا طبعاً السلامة لأطفالكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهم شيء بالنسبة لمريض السكر الذي ينوي أداء العمرة أن يحافظ على الحمية الغذائية فيترك تناول السكريات الحلا.